يا اهلا يا اهلا يا اهلا. اول مره عم تفكروا تعملوا تجميل ولا لاعبين بحالكم قبل؟ دكتور الحقيقه نحن جايين كرمال المدام طبعا مش كرمال انا. دكتور انا اول مره بصراحه بس انا بخاف شوي. شكت ابري. التجميل كله عباره عن شكت ابري. شو حابه تعمل؟ شفافة. بس دكتور انا بخاف شوي. شكت ابري. دكتور سؤال، اذا اليوم انعملوا شفاف قد ايه بيضايل وقت؟ شي 3 اشهر. بس 3 اشهر بس؟ وبعد 3 اشهر؟ بعد 3 اشهر ترجعي لعندي بنرجع بنشك كم شكه. اوف، نرجع بعد 3 اشهر شك شيك؟ ايه كل 3 اشهر تقريبا. حياتي شو فيها؟ ما فيها شيء، شكت ابره من في العلبه. كيف شو فيها حبيبي؟ شو كل انت ما بيوجعوا عودي؟ صفالك يا قلبي. طيب حبيبي روقي روقي طولي بالك. دكتور في شي طريقة ينعملوا شفاف يضاينوا أكثر يعني مش كل 3 اشهر نجي؟ دكتور يعني قصده جوزي مش كل 3 اشهر يضاينوا أكثر وقت يعني تقريبا كثير شي سنة؟ شي سنة بتحمل كل سنة معي؟ بما أنه الموضوع عبارة عن شكة إبرة أنا عندي طريقة لحتى تصيري ترجعي لعندي كل سنة ما ترجعي كل 3 اشهر. ميرسي كثير. حلو حلو الله يخليك. نحن الحقيقة تركنا 100 حكيم قالوا لنا عنهم وجينا لعندك هيك على الغايب يعني صراحة. شو بدك فيهم؟ تفضلي. دوري قلبي لو شكت ابرة صغيرة. برافو عليك حبيبي. مسيو مجاعس صار فيك تفوت تشوف المدام. يعطيك العافية حكيم. يابا لك يا حكيم شو عملت؟ شو عملت؟ لك شو هيدا؟ انتوا قلتوا ما فيكم تجوا كل 3 اشهر، جينا عملنا لها يوم على سنة، هيك سنة الجاي بيكونوا خفوا شوي بنرجع بنعمل لها ضربة. ليك بما انكم هون عامل اوفر. شو رأيك نحشي لها صدرها؟ ليك اسم الله بتصير بومبا. لعبة. انت شايفت للكف؟ لحظة. حتى هذا بتكبر معنا روح شوي. كبر؟ بتكبر اصبع الطرفين واصبع اللي قبله. شايف مثله؟ نصاني كثير. لوين الحين؟ ما بسيد المدام طالع من العملية.